في اللعبة دي كلها الجيل الجديد. يعني بصراحة يعني مسألة أيمن نور أو غيره أو مجموعة دي ده جزء من اللعبة السياسية بتاعت مصر أو حتى الإخوان. إنما اللي يهمني إنه الدولة المصرية لا يمكن أن تتناقض مع شباب مصر. طيب أنا دي نقطة مهمة. ده جزء مهم أنا هتكلم مع حضرتك فيه. بس قبل ما أروح له أنا عايز أقفل القراءة والجملة اللي حضرتك قلتها للنظام العالمي. فكرة اللي بيحدث في المنطقة، هل يا ترى ما يحدث في مصر من حراك له علاقة وفي أجندات وفي أصابع داخلية وخارجية، وداخلية لها علاقة بالخارج وخلافه، ليه علاقة بتغيير ملامح المنطقة بإعادة تنظيمها؟ يعني مش قادر أقرأ مثل البعض، مش قادر أنفصل عن ما يحدث في السودان، ما حدث في لبنان، ما يحدث في فلسطين. يعني لما نيجي نقرأ ما حدث في تونس أيضا وإن كانت الأسباب بتختلف، ولكن في النهاية المنطقة بتتغير. المنطقة تغيرت بتتغير لأن احنا فشلنا في تنظيمها. يعني أنا عايز أقول الكلام دوت، إنه الكلام إن القوى الخارجية عايزة المنطقة فوضى. خلينا نتكلم بصراحة، هل أمريكا عايزة المنطقة تبقى كلها زي العراق اللي هي معناها يموت آلاف الشباب الأمريكي، أو تبقى زيها زي أفغانستان؟ تجربة الأمريكيين مع الفوضى مريرة جدا جدا، وبالتالي مزيد من الفوضى في المنطقة. بالعكس النهاردة تصريح هيلاري كلينتون انه الوضع في مصر مستقر رغم ما حدث ذلك، هو اشارة في الاخر انه ده يعني تقييم اقرب الى الصحة من كل التقييمات اللي جات في مصادر امريكية مختلفة، لانه في الاخر الوتد الحقيقي في المنطقة هو مصر. ليه؟ فيها النظام، فيها المؤسسات، فيها الكلام اللي احنا قايمين فيه ده من الحوار، القدرة على مراجعة الذات ونقول والله جايز احنا غلطنا، احنا محتاجين نقيم امور معينة من جديد. نعم. الكلام دوت يعني هو ده اللي بيدينا القوة بتاعتنا. المنطقة منفكة لاسباب كثيرة جدا، جزء منها انه حتى الان يعني ايه اللي مين اللي ضيع السودان؟ اللي ضيع السودان الاخوان المسلمين. نعم. اللي بيضيع لبنان النهارده حزب الله، اللي ضيع فلسطين حماس. يعني ال- 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 الحركات اللي هي عملت على تمزيق باسم الدين والحركات الراديكاليه وغيره، المجتمعات العربيه المختلفه، العراق الزرقاوي وغيره، صحيح الاحتلال الامريكي لعب دور سيء جدا وقذر احيانا في 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 العراق، انما ايضا الزرقاوي وامثاله والدور الايراني والفشل النخبه العراقيه، بس ده موضوع مش عايزين نتكلم فيه كتير لانه ده ياخد وقتنا، واعتقد عندكم فقره جايه بعد كده. انما الجزء الاساسي في الموضوع انا عايز اقول ان احنا نتحمل مسؤوليته، لانه احيانا ما قلناش للعور اعور في عينه. بمعنى ايه؟ انه يتقال للمسألة كما يجب أن تقال. من لعور لأنه من لعور اللي احنا يجب نقوله انه تعور، لا اللي هو مش بقول لعور، يعني اللي هو بيحاول يقسم الأمة على أساس عرقي أو ديني أو غيره. كل من يعمل على ذلك هو اللي خلق حالة الفوضى اللي موجودة في الـ 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 المنطقة. شايف قبضة الدولة كانت رخوة أو لينة في مواجهة هذا الأعور؟ كان الأمر يحتاج معالجة سياسية أكثر حسما ووضوحا مما تمت به؟ يعني أنا لو بعمل مراجعة للموضوع ده وتلاحظ أنت ما بالنسبة لجيلنا، فكرة الدولة المدنية الحديثة بدأت تتقال بقوة خلال العامين ثلاثة اللي فاتوا. أنا رأيي أنها كان لازم تتقال طول الوقت منذ يعني ثورة 19 بدون طلوع ونزول. في احيانا جرت محاولات لمسايره طول الثمانينات، بص على المناهج التعليم مع غيره، جرى نوع من السبق والمسايره لهذا التيار. لما دخل كان في محاوله وتصور ان هو لما يخش البرلمان وكده هيبقى ناجح وهيبقى جزء من الدوله المدنيه، وخدعونا احيانا، وانا من الناس اللي خدعوا احيانا بانه يقولوا لي لا ده احنا عايزين دوله مدنيه زيكم، طلع انها مش دوله مدنيه ولا حاجه. نعم. فهنا النهارده بنلاقي انياب مكشره انقلابيه كما حدث في السودان سنة 89، كان في ديمقراطية كاملة في السودان، وكان في وزارة منتخبة، وما كانش في حد بيشتكي من حاجة، وكانوا بيشتركوا في الانتخابات وإلى آخره. دخلوا عملوا انقلاب والنتيجة كانت
شن حرب على الجنوب والنتيجة انفصال الجنوب. يعني آن الأوان أنه يعني بلاش حكاية الأعور دي لأنها مش لطيفة. طيب. يعني أنه أقولك إيه، كل سبيد سبيد، يعني أنت بتقول حاجة باسمها، ما بنقولهاش باسمها للأسف أحيانا. يعني فتيجي النهاردة تبقى عندك حركة، جزء من الحراك الاجتماعي زي ما قلنا، يحاولوا يعني يستخدموها كما لو كانت انه ده الثوره الجديده اللي هتقام في مصر. انا بقول انها مش هتحصل، يعني قدامنا بكره وبعده هنتقابل تاني وتالت. ليه؟ انا ما عنديش قلق، لانه العصب الاساسي للشعب المصري يدرك اولا ان دول ابنائه اللي هم خرجوا وهم شاعلين عايزين مصر افضل من كده. وده حقهم، وكلنا عايزين ان مصر تبقى افضل من كده سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. لكن ايضا هو يدرك انه ادي المنطقه، يعني يمكن من حظ الناس كلها النهارده تشوف اللي حاصل في لبنان. هل احنا عايزين مصر تبقى عامله زي لبنان وده طالع الشيخ حسن نصر الله بيهدد البلد كلها ويهدد الوزارة وبيهدد وكأنه هو رئيس الدولة الحقيقي؟ هل ده اللي احنا عايزين مصر بهذا الشكل؟ لكن ايضا يجب ان احنا نقول احنا عايزين مصر على اي شكل. في حاجات كتيرة جدا عايزة ايضا زي ما بقول مراجعة، سواء في سرعة الإصلاح الاقتصادي، سرعة الإصلاح السياسي، التعامل مع نتائج الانتخابات العامة التي جرت في الفترة الماضية. محتاجة إعادة قراءة يا دكتور. محتاجة إعادة قراءة، محتاجة مراجعة. أنا كتبت عن هذا، أنا مش عشان يعني، ويمكن قلت في هذا البرنامج من قبل، في أمور لا يمكن انها تستنى لوقت طويل. يعني كان اظن الاخ تامر بيتكلم فين الاحزاب السياسيه وغيره، اعتقد انه اشار نقطه مظبوطه، لكن ايه اللي حاد للخلاف مع الاحزاب السياسيه بالظبط؟ ايه اللي حركتها للشارع بعد ما كانت موجوده؟ يعني دي كانت جزء من التحالف المدني، دي اللي رفض المقاطعه، يعني رفض التيار هامشي كان يريد ان يخلق الـ 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 المقاطعه. حصل موقف معين اثناء الانتخابات كان ينبغي انه ما ينتظرش كثيرا حتى تتم معالجته. ليه؟ لانه دي القدرة الامتصاصية للحالات اللي فيها الناس بتتفاوت في طلب السرعة في الاصلاح، شكله ايه، يتعمل امتى، يتعمل ازاي، كل هذه الامور وكل هذه الاسئلة بنحتاج ان احنا نمتصها من خلال النظام السياسي. طيب يبقى عندي محورين، المحور الاول له علاقة بالاحزاب والحركات السياسية والجيل الجديد، مين طلع على كتف مين النهاردة، مين حاول يستغل مين، من استفاد من الخروج النهاردة. المحور الثاني هو كيف يمكن للحكومة ان تتعامل مع حدث اللي حصل النهاردة ده، هيكون نقطة تغير ولا لا احنا قادرين على كل حاجة والبلد دي آمنة. بعد كده وانا راجع هقول لكم معايا بيان من الداخلية هقراه لكم.